بسم الله الرحمن الرحيم. مشروع البيان الصادر عن مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية عن اجتماع اليوم الجمعة الموافق 28/4/2023. بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ نقيب المحامين ومجلس نقابة الإسكندرية الفرعية للنظر في جدول الأعمال المطروح والذي جاء على رأسه موضوع التسجيل بالفاتورة الإلكترونية، وبعد استعراض ما تم من إجراءات بمعرفة اللجنة والسادة أعضاء مجلس النقابة العامة مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية، وقد انتهت إلى التأكيد على الآتي: 1- أن المحامين المتعاملين مع أفراد غير ملتزمين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية، وأن موعد 30/4/23 غير ملزم للسادة المحامين. أن المحامين العاملين بمكاتب السادة المحامين غير ملتزمين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية. أن المكاتب التي سجلت بإرادتها في نظام الفاتورة لن يتم إخضاع المحامين العاملين بها حيث أنهم غير ملتزمين بالتسجيل بنظام الفاتورة الإلكترونية. الفئات الواردة بالمادة 9 من قانون المحاماة وهم العاملين بالشركات المساهمة والبنوك الخاصة والجمعيات وأيضا الإدارات القانونية غير ملزمين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية. 5- حال قيام المحامي بإنشاء أو تسجيل شركة أو غيرها لدى السجل التجاري أو القيام بأي عمل من أعمال المحاماة غير ملتزم بالتسجيل. 6- اللجنة ما زالت قائمة بأعمالها للوصول إلى حسم جميع المشكلات الضريبية. 7- حال تجاوز أي موظف من أي جهة ضريبية بمباشرة أي أعمال بالمخالفة لما ورد سابقا بالبيان يرجى اختيار النقابة الفرعية لاتخاذ اللازم وفقا لما تم الاتفاق عليه مع السيد الدكتور وزير المالية. ثانيا تشكيل لجنة من النقابة العامة والنقباء الفرعيين لبحث الأمور الآتية: 1- المسائل المثارة بشأن الرسوم القضائية التي تفرض بالمخالفة للقانون حسبما تم الاتفاق عليها ما بين السيد وزير العدل والسيد الأستاذ النقيب. 2- تشكيل لجنة لدراسة زيادة فئات المعاش في ضوء تقريري الخبيرين الاكتواريين، وذلك لعرضها على مجلس النقابة تمهيدا لعرضها على الجمعية العمومية. 3- تشكيل لجنة لدراسة تمويل صندوق الأمراض المزمنة والأمراض السرطانية ودعمها بخلاف الدعم المقدم من النقابة العامة طبقا لما تنتهي إليه اللجنة ويوافق عليه مجلس النقابة العامة، وتهيب النقابة العامة يهيب مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين بعدم الانسياق وراء أي أقوال أو شائعات